السلام عليكم أعزائي. نكمل في شروحاتنا على الجانب العملي من الدرس، واليوم راح نتحدث عن السوليدز. اليوم راح نتحدث عن السوليدز أو كل شيء من أملاح أو أيونات أو مثلا أطيان موجودة. وين موجودة؟ في الماء. طبعا الـ solids analysis type عندنا ضروري نفهم الرموز، ضروري نفهم الـ simples أو الرموز أو الـ abbreviations يعني المختصرات. فعندنا settleable solids. settleable solids هذه الـ solids أو الأطيان أو الـ particles اللي تترسب وحدها، اللي تترسب عادة وحدها بحيث انه ما تبقى بالماء لفترة طويلة، يعني فقط اذا ترج العينة مثلا او ترج الماء اللي عندك هذه تشوفها في الماء، تتركها شوية تنزل هذه السطلبل سالتز. فهذه عادة السطلبل سالتز ما تمثل مشكلة كبيرة في جانب الماء، ما تمثل مشكلة كبيرة، يعني دائما هي settleable أو دائما تترسب. في حين عندنا total suspended solids. total suspended solids TSS، لاحظ هنا total suspended solids، هذه عادة الparticles اللي تتنافر مع بعضها عادة، لأنه كل هذه الparticles تكون بيها شحنة سالبة. فلما تكون كلها بيها شحنة سالبة فتتنافر مع بعضها وتستمر تبقى طافية أو suspended، انتبه شوية، تبقى طافية أو suspended في الماء بحيث أنه ترسيبها أحيانا غير ممكن أو أحيانا يحتاج إلى وقت طويل جدا. فهذه suspended solids أو اختصارا نقول total suspended solids. السوليدز أو البارتيكلز أو الأطيان غير الذائبة الكلي. عندنا أيضا TS هذه total solids، هذه total solids. وعندنا TVS total volatile solids. الفولاتايل يعني متطاير، الفولاتايل يعني المتطاير. وليش نقول متطاير؟ راح نشوف بأنه احنا نسميه متطاير لأنه عادة بالتجربة الجانب العضوي أو الجزء العضوي من السوليدز اللي لما يحرق يتطاير عادة، الجانب العضوي هذا نسميه الفولاتايل سوليدز. فكل الأورجانيك، كل الأورجانيك سوليدز أو الأورجانيك بارتيكلز هذه لما ندخلها في الأوفن على درجات حرارة عالية مثل ما راح نشوف هذه تتطاير، فلذلك سمينا الجزء العضوي من السوليد سميناه الفولاتايل سوليد. انتبه زين للربط، الجزء العضوي من السوليد سميناه فولاتايل. ليش؟ لأنه يتطاير بشكل عام لما يوصل إلى درجات حرارة عالية، فلذلك سمينا الجزء العضوي من السوليد سميناه فولاتايل. في حين راح نشوف مثلا الجزء الغير العضوي اللي عادة يبقى يتخلف راح نسميه fixed solids، راح نسميه FS fixed solids. فعندنا ايضا total volatile suspended solids، لاحظ هنا total volatile suspended solids يعني السوليدز غير المذابة والجزء العضوي منها بالذات. طيب فهنا ليش نختبر السوليدز؟ لأنه permit requirements، لأنه مطلوبة في أي محطة تصب الماء أو تصرف الماء إلى نهر أو إلى جسم مائي، مطلوب منها عادة في البرميت أو في الإجازة اللي تعطى مطلوب منها أنه
يكون مستوى السوليدز إلى مستوى معين. مستوى السوليدز يكون إلى مستوى معين بحيث أنه ما يسبب مشاكل في البيئة النهرية أو البحرية، لأنه معلوم هذه السوليدز عادة لما تدخل إلى النهر أول شيء تعتبر موطن جيد للبكتيريا بحيث أنه تزداد كمية الجراثيم والفيروسات والبكتيريا في النهر إذا كان شنو إذا كان خابط أكثر. كذلك تقلل وصول الشمس إلى الطبقات الأسفل في النهر، ولذلك السسبندد سوليدز يعتبر وحدة من مشاكل التلوث اللي المفروض شنو اللي المفروض يتم الاهتمام بها. ولذلك من ضمن الريكويرمنتس من ضمن المتطلبات لأي إجازة أنه يجب أنه يخفض التي اس اس إلى مستوى معين. فلاحظ هنا الـ percentage TSS removal provide an indication of plant efficiency. فإذا كان عندنا محطة مثلا تريد تصرف المياه إلى نهر أو إلى بحيرة، فنسبة فإذا كان عندنا هاي هيك محطة وخصوصا محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فنسبة إزالة TSS هي مؤشر على كفاءة هذه المحطة. نسبة إزالة TSS Total Suspended Solids هي مؤشر على كفاءة هذه المحطة. أيضا أحيانا نفحص Total Volatile Suspended Solids Total Volatile Solids أو Total Volatile Suspended Solids. فالجزء العضوي من السوليدز بشكل عام أو الجزء العضوي من السسبندد سوليدز بشكل خاص، هذه نقيس هنا عادة used in calculations for determining digester operation and FM loading rate. هذه عادة نقيسها حتى نستخرج أو نعرف أو نستفاد منها في عمليات التحلل وخصوصا التحلل اللاهوائي أو التحلل الهوائي، ولكن في الخصوص أكثر أنواع التحلل اللي مستعملة أو الدايجستشن المستعملة في معالجة الأطيان في محطات معالجة مياه الصرف الصحي هي تكون anaerobic digester أو anaerobic digestion، فعمليات التحلل اللاهوائي اللي هذا الجزء العضوي هذا volatile portion هذا الجزء العضوي من السوليدز يتم تحويله إلى غاز الميثان، حتى ممكن غاز الميثان طبعا ثاني أكسيد كربون، ولكن تركيز على غاز الميثان حتى أنه شنو حتى نحول غاز الميثان هذا إلى طاقة إلى هيت مثلا، أو ممكن فيما بعد تحويله إلى شنو تحويله إلى طاقة كهربائية، أو في بعض الأحيان في بعض المحطات ما يكون كمية الميثان أو كمية الغازات عالية فيتم إحراقها. ولكن شنو؟ ولكن في هذه الحالة السلاج اللي عادة هو يبي باثوجينز وهو يبي مركبات خطرة راح شنو راح يتحلل في عملية الأنايروبيك دايجستشن أو التحلل اللاهوائي. أيضا في أحواض التهوية من الضروري أنه نحفظ نسبة الفود أو نسبة الملوثات. ليش أقول فود هنا؟ لأنه راح نشوف مستقبلا أنه في محطات معالجة مياه الصرف الصحي نعتمد بشكل أساسي نعتمد بشكل أساسي على البكتيريا اللي راح تاخذ هذه الملوثات وتبدي تحللها، لأن يعني راح تعتبرها كفود إلها كغذاء إلها من أجل أنه تحلل هذه المركبات الخطرة وتحولها إلى بكتيريا أخرى أو تحولها إلى طاقة حتى تحتاج عليها هذه البكتيريا. في هذه عادة وين تسويها؟ هذه عادة في أحواض التهوية.
لأنه كأنما البكتيريا هنا نجي ننطيها هواء ونجي ننطيها غذاء، الغذاء هنا هو الملوثات اللي نريد نتخلص منها احنا، فتبدي هاي البكتيريا تحلل هاي الملوثات وتخلصنا منها. فهنا عندنا في فيما يخص مراقبة هاي العملية عندنا عادة FM ratio نسميها، هذه هنا لاحظ FM loading rate أو FM ratio. الF تشير إلى الفود، وهنا الفود هو شنو؟ هو الملوثات اللي يريد نتخلص منها ننطيها للبكتيريا. والام هي المايكرو اورجانيزمز، الام هي المايكرو اورجانيزمز اللي هي نسبة البكتيريا او عدد البكتيريا. فقياس السوليدز هنا بالخصوص الجزء الفولاتايل او الجزء العضوي من السوليدز هو اللي راح يساعدنا في معرفة الاف ام ريشيو اللي هي مهمة حتى نتحكم في عملية استهلاك البكتيريا للملوثات، في عملية استهلاك البكتيريا للملوثات. ليش؟ لأنه البكتيريا عادة ما تأكل الشيء غير العضوي، عادة غذائها كله على الجزء العضوي من السوليدز، الجزء العضوي من السوليدز. ولذلك فحص التي في اس والتي في اس اس مهم جدا في هذه العمليات مثل ما راح نلاحظ أيضا للمستقبل. أيضا عندنا الـ TS، نسبة الـ TS أو الـ Total Solids يعني الأطيان بشكل عام سواء كانت مذابة أو غير مذابة. لاحظ هنا انتبه، لما تشوف S وحدها هذه معناتها تشمل الـ Suspended Solids والـ Dissolved Solids، يعني الأملاح المذابة والأملاح غير المذابة، أو البارتيكلز المذابة أو البارتيكلز والبارتيكلز غير المذابة. فالـ TS can be used to determine if enough water is removed from sludge during dewatering process. ففحص الـ TS بشكل عام، فحص الـ TS بشكل عام مفيد في معرفة إذا كان نسبة السوليدز، إذا كان نسبة السوليدز أو عالية بشكل كافي في السلاج. يعني راح نشوف في عمليات معالجة المياه عادة نستعمل طريقة الترسيب. فالترسيب يتضمن أنه تخلي الأطيان تترسب إلى قعر حوض الترسيب بحيث تتجمع هناك. طبعا هاي الأطيان راح تكون ما راح تكون خالية من الماء، وإنما راح يكون هي عبارة عن ماء ولكن بنسبة السوليدز عالية جدا، ماء ولكن نسبة السوليدز عالية جدا. فحتى نعرف كمية هذه السوليدز أو شو وقت نفتح البوابة اللي نخلي السلاج يروح إلى وحدة معالجة الأطيان هذه أو وحدة معالجة السلاج، هنا ضروري أنه نفحص الـ TS أيضاً، ضروري أنه نفحص الـ TS. إذن نبدي بالـ TS أو Total Solids. الـ Definition مالته أو التعريف مالته: Combined amount of suspended and dissolved materials in sample. هو المجموع الكمية المشتركة أو المشترك ما بين المواد الذائبة والمواد غير الذائبة. فانتبه هنا total solids هو الذائب وغير الذائب، الذائب وغير الذائب in a sample في عينة. هذه طبعا not usually regulated، يعني ما راح تلقى مثلا في إجازة لمحطة معالجة مياه مثلا صرف صحي انه يطلبون منهم انه التي اس لها حد معين، لا، عادة التي اس اس، عادة التي اس اس. او اذا كان مثلا محطة لتحلية المياه لتقليل الاملاح، اذا كانت محطة على البحر او على مياه عالية الملوحة، عادة في هيك حالة نركز على dissolved salt. أما تي اس بشكل عام فما عندنا هيجي متطلبات في الإجازات اللي تمنح لمحطات معالجة مياه الشرب أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
طبعا not significant for drinking water treatment. في مياه الشرب, فيما يخص مياه الشرب not significant, مو مهمة جدا. المهم عندنا في مياه الشرب هو total dissolved solids, هو الأملاح الذائبة. نقيس عادة الأملاح الذائبة, ما نقيس عادة total solids في مياه الشرب. فهنا ضروري أنه نقسم السالز بالبداية, ضروري أنه نقسم السالز أو المواد اللي موجودة في الماء. فإذا كان عندنا سامبل مثلا, إذا كان عندنا سامبل هنا total solids هو كل المواد الذائبة وغير الذائبة اللي موجودة. وين؟ اللي موجودة في في هذا السامبل أو في هذه العينة. فهذه ذائبة وغير ذائبة شلون عادة نعرفها؟ عادة إذا كان عندنا مواد retained by filter يعني تبقى على الفلتر, تبقى على فلتر, والفلتر هذا عادة يكون عادة 0.45 micrometer, هذا البور سايز أو الفتحات مالت هذا الفلتر. يعني صور يكون يعني فلتر جدا, لاحظ البور سايز صغيرة جدا 0.45 micrometer. فإذا هذه السالز أو إذا هذه المواد تبقى على هذا الفلتر, يعني ما تعبر ويا الماء, فهذه نسميها عادة total suspended salts أو أحيانا نسميها total non-filterable solids, مواد الغير الذائبة أو المواد العالقة أو العوالق, مواد العالقة أو العوالق. إذا لا, هذه المواد أو الأملاح عادة, أكثر شيء الأملاح هنا, لاحظ هنا العوالق بشكل عام هي اللي تبقى, هذه الأملاح لأن الأملاح عادة تذوب مع الماء dissolved with water وتشكل هي total dissolved solids أو نسميها total filterable solids. هذه أيضا انتبه هنا, هذه طبعا هذه في خلال تجربة نحتاج أنه نجففها إلى درجة 103 أو 105, 103 إلى 105 مثل ما راح نشوف. ولكن إذا جففنا أيضا أو إذا أحرقنا بالحقيقة, هنا هذه من نوصل إلى درجة 550 أو 600, إذا أحرقنا هذه السالت قسم من هذه السالت راح lost by on burning, lost يعني تطاير أو تضيع, فlost burning lost on burning يعني volatile, يعني يصير volatile, يعني يصير شيء طيار, فهذه نسميها volatile suspended salts. هذا هو الجزء العضوي من السالز, هذا هو الجزء العضوي من السالز. أما اللي تبقى على العينة remains after burning, اللي تبقى على العينة, هذه هي fixed suspended salts أو inorganic يعني غير عضوية, الجزء الغير العضوي من السالز. وطبعا نفس الشيء بالنسبة للأملاح الذائبة, قسم منها اللي يتبقى هو الجزء غير العضوي, واللي يطاير أو يحترق هو الجزء العضوي. فانتبه هنا الفولاتايل بشكل عام, إذا أريد الفولاتايل سوليد بشكل عام, هو فولاتايل سسبندد سوليدز زائدا فولاتايل ديسولف سوليدز. إذا أريد الفيكس بشكل عام أو غير العضوي بشكل عام, راح يكون الفيكس سسبندد سوليدز والفيكس ديسولف solids. طيب اذا التوتال سوليدز طبعا هنا هذه ارقام تقريبيه عن حجم التي اس في عينات. فاذا كان مثلا عندنا روس لاج يعني مياه يكون بها طيان بشكل خام, اتوقع انه يعني هذه اللي عاده اللي تبقى في قعر السسبندد سالز, الروسلاج
نقصد بها هنا اللي تبقى في قعر حوض الترسيب، اللي تبقى في قعر حوض الترسيب تكون عادة من 6000 ملغرام لتر إلى 90000 ملغرام لتر، يعني هذا شيء تقريبي. Raw sludge plus waste activated sludge. Raw sludge plus waste activated sludge. يوصل إلى 20000 إلى من 20000 إلى 50000. هذا عادة العطيان الخام اللي تنوخذ من قعر حوض الترسيب، زائدا waste activated sludge هذا عادة يرجع من حوض الترسيب يروح إلى حوض التهوية، مثل ما راح نشوف مستقبلا في تصاميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، راح نعرف شنو معنى waste activated sludge. Return activated sludge الراس، return activated sludge أو الراس، خلي بسرعة أروح على أشرح هذا حتى لا يصير خلط عند الطلبة. لاحظ هنا هذا مثال، لاحظ هنا هذا مثال على أي نسميها إحنا الactivated sludge process، هي هاي العملية الأكثر انتشارا بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي أو معالجة مياه العادمة. هذه عادة اللي نسويه أنه عندنا حوض sedimentation هنا، sedimentation tank حوض ترسيب، وعندنا حوض irrigation tank حوض تهوية. هنا نقدم الهواء أو الأكسجين للبكتيريا حتى تبدي تاكل الملوثات وتتكاثر وتتجمع في قطعة كبيرة أو الفلاك كبيرة. اللي يصير أنه إحنا قسم من هذا السلاج الباقي هنا اللي هو عبارة عن بكتيريا تكون عادة في حالة جوع لأنه تقل الغذاء هنا، راح نرجعه، هذا نسميه return activated sludge، راجع هذا، هذا نسميه الراز أو الراجع أو return activated sludge، هذا الرجعة إلى حوض التهوية، قسم منه الرجعة إلى حوض التهوية حتى نحفظ كمية البكتيريا اللي موجودة، وين اللي موجودة في هذا الحوض، حتى نحافظ على كمية البكتيريا اللي موجودة في هذا الحوض، لأنه البكتيريا هذه هي العمال الأساسيين في تحليل الملوثات اللي تجي ويا الماء. فهذا الراز. فبشكل عام اللي جاي نقوله هنا انه الريتيرن اكتيفيتد سلاج، لاحظ هذا من 15000 الى ما يقارب 30000 ملغرام لتر. فهذه ارقام تقريبية حتى للمستقبل اذا تجي في محطة معالجة مياه صرف صحي مثلا تشتغل هناك، إذا تطلع لك هيك أرقام يعني ما تتفاجأ في هذه الأرقام. فشلون نسوي التجربة؟ شلون نسوي التجربة؟ الإكويبمنت اللي نحتاجها أو المعدات اللي نحتاجها، نحتاج drying oven، نحتاج إلى فرن تجفيف، analytical balance ميزان، ميزان حساس، ميزان تحليلي عادة أرقامه تكون جدا دقيقة، ديسيكيتر مجفف راح نشوف صوره، والسيراميك ديشز يعني هذه الديش مصنوعة من السيراميك حتى تتحمل شنو، حتى تتحمل درجات حرارة عالية. الكيميكالز اللي نحتاجها فقط الكواليتي كنترول ستاندردز، الستاندردز اللي بي تي اس اس محددة حتى نقارن وياه. مثل ما ذكرت سابقا انه كل تجربة، كل تيست في مجال الهندسة، في المختبرات عادة يكون لها نيم، يكون لها رمز، يكون لها اسم. فالستاندرد ميثود نيم او سمبل هو ميثود، هذا الميثود او هاي الطريقة اللي راح نحكي عنها او اللي راح نستعملها هي 2540، ميثود 2540. السامبل اللي ممكن نستعمله او ممكن نعتمد عليه هنا نصف لتر 500 ملليلتر مينيمم سامبل، اقل شيء هذا، ممكن اكثر في الحالات اللي يكون السالز بيها قليل. كل ما كان السالز توتال سالز قليل، كل ما
المفروض السامبل يكون أكبر. طبعا ممكن يكون جلاس أو بلاستيك الكونتينر اللي راح تخلي بيه السامبل. طبعا ضروري انه يكون هذا السامبلينج consistent with the sampling, be consistent with sampling. المفروض يكون يعني إذا كان لعدة عينات يكون مثلا sample واحد, يعني تختار الكل مثلا letter أو لترين, مثل ما قلنا حسب الكمية cells المتوقعة في هذا السامبل. والمفروض أنه run immediately. ليش؟ لأنه بعض cells ممكن تتغير, فالمفروض لما تاخذ هذا لما تاخذ هذه العينه تفحصها بشكل مباشر, ما تحفظها الى فتره طويله, يعني تسوي التجربه بشكل مباشر. يعني هنا اقصد انه الهولدينج تايم يكون صفر, يعني ما يقدر تحفظ العينة لفترة معينة. مثل ما شفنا بعض التجارب ممكن تحفظ العينة ل 24 hour أو 48 hour أو مثلا أسبوع. هنا لا, لازم تسوي run immediately. فالبروسيجر هنا wait empty ceramic dish. لازم بالبداية نوزن ceramic dish في الميزان. نجيب العينة, shake or mix sample well, تخض العينة بشكل جيد, تنقل السامبل إلى الدش, تخلي السامبل هذا اللي أخذته كان يكون نص لتر أو لتر حسب اللي حددت حجم السامبل, تخليه بالدش, توزن هذا الـ weight dish plus sample, توزن هذا الدش والسامبل. A dry dish and sample in تاخذه بعدين إلى الأوفن, تخليه في درجة حرارة 103 إلى 105 إلى أن يجف. Cool dish in desiccator, تاخذ هذا الدش إلى الديسيكيتر, يعني تاخذه إلى المجففة. الديسيكيتر هو راح نشوف أنه هو كونتينر عادة بمادة تمص الرطوبة في سبيل انه تخليه يبرد, ولكن في نفس الوقت يبرد ولكن ما ياخذ رطوبه من الجو. تجي بعدين تسوي wait dish and dry sample again. من بعد ما راح المي, لاحظ هنا انت وزنته مع المي, هنا من بعد ما راح المي بالاوفن وبعدين بالديسيكيتر راح توزن هذا الدراي سامبل, راح توزن هذا الدراي سامبل. ممكن طبعا يكون تستعمل الألمنيوم مكان السيراميك. Weight dish in analytical balance to nearest 0.001 gram. انتبه هنا ضروري انه يكون اربع ارقام من بعد الفارزة, ضروري انه تاخذ اربع ارقام من بعد الفارزة مقاسة بالجرام. طبعا هذه record as tear weight in gram, هذا الوزن الخام أو الوزن الفارق عفوا. Measure about 50 milliliter of sludge sample. هذه في حال ما لو استعملت ألمنيوم, في حال ما لو استعملت ألمنيوم, وطبعا حتى في حالة السيراميك أيضا نفس الطريقة. ف 50 مليليتر of sludge sample إذا كنت تستعمل السلاج. لاحظ هنا إذا كان سلاج, لأن شفنا أنه نسبة السالدز بالسلاج تكون عالية جدا, ف 50 مليليتر عادة كافي. في حين إذا كان مثلا تريد تشوف السالدز في مياه شرب, لا بالتأكيد حتى لترين أو ثلاث لترات تكون قليلة يعني. فبعدين evaporate water in oven at 103 to 105, تخليها بالأوفن لدرجة حرارة اللي قلنا 103 إلى 105. ممكن تخليها إلى ست ساعات. بعدين cool dish and residue in desiccator, تبرد هذا الدش والمتبقي على هذا الدش. احنا نريد نعرف الفرق هنا, انتبه
هنا الأساس إنه تعرف الفرق في هذا الريزيجوال، الفرق على هذا الدش، لأن هو هذا الفرق، هذا المتبقي من بعد تبخر المي، هو هذا السوليدز اللي نريد نعرف إيش قد كميته. Weigh the dried residual in dish to nearest point 0.001 gram. أيضا تأخذ الميزان في 0.001. وطبعا المفروض أنه تعيد هذه العملية repeat drying and waiting until result do not differ by more than 0.004 gram. فضروري تنتبه أنه تعيد هذه العملية. ليش؟ لأنه أحيانا ما يكون التجفيف بشكل كامل، فإذا كان الفرق ما يختلف بأكثر من 0.004 gram، إذن ممكن تستمر بالعملية وما تعيد عملية التجفيف من جديد، يعني ما ترجع العينة إلى الأوفن من جديد. بعدين تجي تأخذ الفرق ما بين الوزنين، the dry weight of dish and sample minus the tar weight. Tar weight الوزن كان هذا الوزن الفارغ، والوزن الجاف، الوزن الجاف dry weight of dish and sample، تضربه في ألف تقسمه على sample volume in milliliter يطلع لك total solids بالمليغرام لتر، تطلع لك total solids بالمليغرام لتر. فهذه طريقة الطريقة اللي تعرف بها التوتال سولز. فلاحظ هنا هذا السيراميك ديش، هذا سيراميك ديش أذني، لاحظ هنا، لاحظ هنا خلى عينة، هذا عادة من السلاج، هذا عادة من السلاج، لاحظ التركيز مالته عالي جدا يكون. فممكن تاخذ كونتينر صغير مثل هذا، او دش صغير مثل هذا اللي تشوفونه. احيانا اذا كانت كنت تستعمل مياه اخرى، لا تحتاج الى دش اكبر في هيجي حاله. فلاحظ انه من بعد ما تبخر هذا، من بعد هذا ما تبخر، لاحظ انه هنا بقى على هذا السالتس، لاحظ هنا بقى على هذا الدش، بقى على هذا الدش. فلما تاخذ الفرق ما بين هذا الدش لما كان فارغ وهذا الدش لما كان لما يكون عليه هذا المتبقي او هذا الريزيجو، هو هذا تقدر تعرف من خلاله كمية السوليدز اللي موجودة في هذا الماء. فلاحظ هنا هذا الاوفن، هذا الاوفن اللي تشوفه. فتجربة بسيطة، مجرد تأخذ الفرق ما بين الدش لما يكون فارغ والدش لما يكون متبقي عليه residuals جاية من إضافة هذا الماء اللي به هاي العوالق. فهاي العوالق لما بقت، أو هذه بشكل عام مو فقط العوالق، العوالق والأملاح بشكل عام كلها راح تبقى وين؟ راح تبقى على هذا الدش، فراح تاخذ القياس وراح تاخذ الفرق مثل ما شفنا بالمعادلة هذه اللي حكينا عليه. فأعتقد أتوقف هنا أو أكمل إن شاء الله، أكمل إن شاء الله لأنواع سالتز أخرى بالفيديوهات القادمة.